الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الدعوة الكريمة، وأنا سعيد جدا إن لما بتجي دعوة من الشباب ومقدرش أأجلها أو أرفضها، لأن المفروض إن إحنا وإحنا أحياء نحاول ننقل المعلومة اللي إحنا اتعلمناها للأجيال اللي هتكون أحسن مننا بتطبيق هذه المعلومة، خاصة وإن هم بيكونوا قادرين على فهم واقع المجتمع اللي هم اتولدوا فيه وبيعيشوا فيه. أما إحنا فولدنا في مجتمع آخر وفي فترة زمنية أخرى، وقد يصعب على الكثير منا أن نفهم واقع مجتمع الشباب اللي هم بيعيشوا فيه. فأنا اللي سعيد بهذه الدعوة الكريمة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني انتوا عايزين ايه بالظبط؟ او انتوا مين؟ او احنا مين؟ محدش يقدر يحدد مساره في الحياة الا لما يحدد هو مين او هي مين وعايزة ايه. ودي الهوية، والهوية مبنية على إيمان وعلى رؤية وعلى خبرة وعلى علم وعلى قدرة. فلو لم نكن نعرف من نحن، لن نستطيع أن نعرف ماذا نريد. يعني في أخت فلسطينية، في أخ مصري، معرفش حد تاني، في جنسيات أخرى موجودة معانا في الجلسة أو غيرها. ما هي هويتي؟ وكيف أكون هذه الهوية التي تستطيع أن تربطني بأرض الواقع أو واقع الأرض اللي أنا بحيا فوقها؟ إحنا عايشين في قطر هنا، بنعمل إيه؟ هدفنا من المعيشة في قطر إيه؟ هل إحنا مرافقين للوالدين؟ أو إحنا جينا ندرس؟ أو إحنا بنعمل؟ في كذا مسار يجاوب على هذه الأسئلة. فلما ننظر ونحدد إن الفرص الضائعة، طب وهي بتضيع ليه؟ طب وإحنا بنسميها فرصة، يعني بنسميها بالإنجليزي زي ما أنتوا عارفين أكتر مني opportunities، ليه بنسميها فرصة؟ وليه بتضيع؟ وليه بنضيعها؟ يمكن هي مش مناسبة لينا. فلابد كل واحد منا يا شباب يعرف هو عايز ايه، او تعرف هي عايز ايه. وده اللي احنا بنسميه الهدف. الهدف من الحياة عندنا ان احنا بنحياها، ان احنا بنحيا لنعمل، او بنعمل لنحيا، بنحيا لنأكل، او بنأكل لنحيا، بنحيا لننجب، او بننجب لنحيا، وهكذا. في اسئلة كتير جدا الواحد ممكن يسألها لنفسه. لكن لو الإنسان ما قدرش يحوصل كل هذه الأسئلة في هدف واضح ومسار يستطيع هو أو هي أن يحدد أبعاده وجوانبه، لن يستطيع أن يحصل على أي فرصة، وستضيع منه كل الفرص. والأمر بإيدكم أنتم يا شباب، مش بإيد أحد تاني. حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تفقدوا أحد أربع أشياء، وأنا حطيتها على الصفحة بتاعتي بالإنجليزي، اللي هي الأربع كروت الحمراء. أول كارت أحمر، شايفين صباعي كده لما بشاور، أول كارت أحمر هو ألا تعرف تاريخك. من لا يعرف تاريخه لا يستطيع أن يعيش على أرض الواقع لكي يبني المستقبل. فحذاري، وده أول كارت أحمر، كلكم تاخدوه إن لم تعرفوا تاريخكم. زي ما أنا قلت، الرزانة، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الفاطمية في مصر، الدولة الأيوبية، كل هذه الدول، الدولة اللي هي العثمانية إلى أول يعني، وكل هذه الدول، وما قبل هذه الدول، وما بعد هذه الدول. فدي نمرة واحد، ادي اول كارت احمر. ثاني كارت احمر
أن نستهين باللغة هي أعظم اللغات، ولا وجه للمقارنة بين هذه اللغة وأي لغة أخرى، أنها تستعلي على الكل مجتمعين، تستعلي على الكل مجتمعين. بمعنى إن 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 علمتم عدد المخرجات والكنايات والاستعارات مش بس واللي هي تصريف الأفعال والكلمات فيها، تتجدوها إنها أكثر من 12 مليون و200 ألف. أما اللغة الإنجليزية اللي إحنا بنتشدق بيها وبنمشي نخنف مناخيرنا ونطلع الكلام من مناخيرنا وساعات نطلعه من ودننا ونقول كلمة إنجليزي في النص كده أو كلمة فرنساوي عشان إيه اللي قدامي كده يحس إن أنا مش عارف إيه، إن أنا مثقف، ده كله جفاف. اللغة الإنجليزية 600 ألف، الفرنسية والروسية ما بين 160 ل 140 ألف، يعني حاجات كده حنكيش في بنكيش على بعضهم. حذاري، وده الكارت الأحمر الثاني، حذاري وده الكارت الأحمر الثاني، حذاري وده الكارت الأحمر الثاني، إنكم تحتقروا أو تزدروا أو تهمشوا أو تجنبوا اعتزازكم باللغة العربية اللي هي لغة القرآن ولغة الثقافة ولغة التاريخ ولغة القيم ولغة العادات والتقاليد الراسخة أبد الدهر. أما الكارت الأحمر الثالث يا شباب، وانتوا في عنفوانكم كده وحاسين إن إيه، إن انتوا يعني واقفين على قمة الهيمالايا الإيفرست وشايفين كل حاجة محدش شايفها وتفهموا في كل حاجة محدش هيعرفها، أبوكوا ده ما أي كلام، يعني أبويا أنا أي كلام وأمي أي كلام، مش فاهمين بقى عشان هم جيل قديم وبتاع ده. فده الكارت الثالث، والناس العواجيز القدام دول أي كلام، أنهم يعني ما تخلقوش زينا، ما يعرفوش يستعملوا التليفون ده. شايفين أنا عندي تليفونين أهو، ما يعرفوش يستعملوا التليفون. مش المهم يكون عندك كم تليفون كم كمبيوتر، المهم كيف يستعمل في إيصال المعلومة وتغيير المجتمع، لأن الإيمان ما استقر في القلب وصدقه العمل. قالت العرب آمنا، قلوا أسلمنا، أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولما يدخل الإيمان بقى ها يبقى نقول عليكم آمنا. والإيمان هو حركة فاعلة مفعلة لكل ركن من أركان الحياة، ومن يؤمن لا يستطيع أن إيه يعيش بدون حركة. وده اللي حصل لمين؟ أقول لكم لمين؟ لسيدنا أبو ذر الغفاري، لما جه من غفار وقعد يمكن أسبوع أو أسبوعين ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وجده فآمن. هو كان من جاي من قبيلة غفار، لما كانوا كلهم قطاع طرق، فلما آمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع لقبيلتك ولا تعلن عن اسلامك. فما اصر انه يعني اصر انه اسلامه، فلما اعلن عن اسلامه يعني ايه اوذي من القرشيين. يبقى دي الحقيقه الكارت الاحمر الثالث. الكارت الاحمر الرابع اللي هو بنتكلم عليه، ما احنا اتكلمنا عن اللغه العربيه وال الاباء والاجداد والتاريخ، نسيت الرابع ده هتذكره بعد شوية. على العموم الأربع كروت حمر دول، عشان بس ما ضاعش وقتكم، دول أساس في معرفة من أنا، من أنا، من أنا. دي النقطة الأولانية. فإذا أردنا أن نحدد مسار طريقنا لابد أن نعرف مدى أبعاد شخصيتنا التي نستطيع من خلالها نحدد هدف هذا المسار اللي احنا من أجله أو من أجله بنحاول إن نصنع شيء في المجتمع، إن نصنع شيء في المجتمع. محدش هيحدد لك ده إلا أنت. احنا مش كل مرة نجيب واحد عشان يعلمنا حاجة. طب أنا متعلم وليه ما اتعلمش؟ طب أنا أبحث وليه ما أبحث؟ طب أنا أجتهد وليه ما أجتهدش؟ طب ما انا اتعب وليه ما اتعبش؟ وكل اليات
العلم والمعرفة موجودة قدامنا أو متاحة. يعني لما هنبص للتاريخ ونبص كيف صنع العلماء الأمجاد، سواء كان في العلوم الدينية والشرعية أو العلوم الاجتماعية أو العلوم اللي هي الطبية أو العلمية أو الكيميائية إلى آخره، ها؟ عملها إزاي؟ كانوا بيمشوا على رجليهم أو يركبوا حمار أو يركبوا بغل أو يركبوا حصان أو يركبوا جمل، كانوا بيسافروا آلاف الكيلومترات. إحنا قاعدين في بيتنا وكل حاجة قدامنا، أدي أهو، ها يلا نجيب الشيخ جوجل، طب ونجيب الحاجة إن مش عارف انستجرام، ونجيب مش عارف إيه، وأنا قاعد في بيتي، وأنا قاعد في بيتي، أنا ما أنا عندي عربية، وكل واحد فينا عنده عربية، إحنا كنا بنمشي على رجلينا، وبنركب أتوبيسات درجة أولى ودرجة تانية، وبنقف في المطر، وبنمشي في الشوارع بالساعة والساعتين وثلاثة عشان نوصل، من ساعة ما كنا عيال صغيرة نروح المدرسة لغاية ما كبرنا. فبالتالي انتوا تأتيكم المعلومة على طبق من ذهب، واحنا كانت تأتينا المعلومة، ما كانش تأتينا، كنا نسعى إليها، كنا بنحاول نقرأ، نحاول نروح نسمع محاضرة. ولما كنا هنا في بريطانيا في برمنغهام أيام التسعينات، لما كنا بنعمل الأسبوع الإسلامي للجمعية الإسلامية، ها، لما كان يجي لنا 20 واحد يحضر ولا 15، ياي بنعمل فرح العمدة. لما كنا احنا في أول عملنا في الإغاثة الإسلامية أو العمل الخيري نجمع، وأنا في أمريكا، عارفين فين؟ في أمريكا، أجمع من الجامع في رمضان 500 دولار، ولو وصلوا 1000 دولار يعني شوية شوية هخرج منتشي كده وفرحان. لا كان في حاجة اسمها انترنت، ولا كان في حاجة اسمها، حتى الموبايل ما كانش موجود، الموبايل ما كانش موجود ساعتها. وكنا نروح المساجد، الروح اللي احنا افتقدناها هي اللي بتضيع معرفة الهدف. والروح لا تأتي إلا من عمق الإيمان القائم على سلامة والعقيدة بتاعتنا. فلذلك لما كنا بنفرح بالألف دولار والخمسمائة دولار دول بعد ما نسافر من ولاية لولاية، وكل والسفر بالساعة والساعتين بالطيارة، ونبقى فرحانين لما نخش جامع ونطلع منه 50 جنيه ومية جنيه وكذا، نبقى في منتهى السعادة. دي هي الروح اللي احنا بنفتقدها دلوقتي، لان احنا اصبحنا مميكانين، ميكانايز، اصبحنا روبوتس. ما تكلمونيش عن تغيير وانا آلية او انا آلة، كلموني عن تغيير وانا صانع. ان رضيتوا بأن أصبح آلة أو ترسا فلن أغير من الأمر شيء، لكن إن رضيت أن أصبح صانعا حاذقا مصنعا فسأصنع الآلة، وسأصنع التوجه، وسأصنع التاريخ، وسأصنع مستقبل الحياة للآخرين، وسأكتب تاريخ المستقبل في نفس الوقت. لكن أنا ماشي وراء علوم الآخرين، ما فيش مشكلة، لكن أخذ من علوم الآخرين لكي أصنع العلم الذي يتوق إلى سماعه الآخرين. ده في التحديد، في التحديد، في التحديد. فلذلك أنا مش بأريد أن أثقل عليكم أبداً، مفيش زرعة بتطلع ببلاش، مفيش أبدا ثمرة بتطلع زي كده أبدا، مفيش. ربنا بينزل المطرة على الأرض فتهتز الأرض وتربو وتخرج منها النبتة والفلاح بيرعاها وكذا، دورة كبيرة جدا. لما تشوفوا زي ما سمعتها من الشيخ
الله يرحمه الشيخ الشعراوي، دورة صناعة رغيف الخبز بتبدأ بالمعمل اللي بينتج البذرة بتاعت القمح أو بتاعت الذرة أو بتاعت الشعير، يعني الساينس يا أمة اقرأ العلوم العلمية المعرفية، ثم تدور هذه الدورة لتنتج أخصب البذور التي تأتي للفلاح، تخش في دورة أخرى زراعية مختلفة ما بين الري والخصوبة والديدان والحشرات إلى الحصاد، ثم تخش في دورة ثالثة اللي هو الطحين والنقل وصناعة الخبز، وما أدراكم صناعة الخبز اللي احنا والعياذ بالله أضعنا كل أراضينا الزراعية لكي نعتمد على صناع آخرين وزراع آخرين، وهذا منتهى المهانة، منتهى المهانة، وهذا ما يحدث الآن لبلد زي سوريا، يريدونها أن تصبح كالبلاد الأخرى التي أضاعت رقعتها الزراعية ومياه، ويريدون العراق أم النهرين دجلة والفرات التي كانت وما زالت صانع الحضارات. حذاري يا شباب التكنولوجيا ويا شباب السوشيال ميديا، كل الحاجات دي كلها، أن تهملوا الأرض. الأرض عز وعزوة وجاه وسلطان. هنا أنا كنت لسه بتكلم الصبحية وأنا باكل، فأولادي كانوا خارجين الصبحية الساعة 9، يعني الساعة إيه 8:30 الصبحية، بدل يخرج يشوف بعض الأماكن اللي هي الإيه الزراعية أو الحقول، فعدوا على إيه، تعرف عدوا على حقول إيه يا شباب، معايا أخ عبد الرحمن، يا أخت ربا، أو يا أخت ريهام، وأخ مع حضرتك أنا اسمعيني بقى، اسمعيني اسمعيني، تعرفوا لو إيه يا أولاد يا شباب، سوري لقوا مزارع قمح في بلد، انا بقول لك النهارده في شهر مارس، لابس جاكيت، تحت الجاكيت لابس شيرز، تحت الشيرز لابس قميص، وتحت القميص لابس فانيلا، وبعدين جلدي، وقاعد متكتك ومولع السنترال هيتنج جنبي. الانجليز محتاجين يحتاجوا قمح، لان القمح هو محصول استراتيجي يعطي الاستقلاليه للشعوب. لما الشيخ الشعراوي رحمه الله قال المن لا ياكل من فأسي لا يستطيع ان يصنع قراره السياسي، فعلا انا مش هسيس الكلام، اقول لكم انظروا حولكم وما يحدث الان لدول وشعوب هو حرمانها من الانتاج. عايزين نقول في رضيعة، طيب نعمل، مفيش حد هيقول لك اعمل اللي انا عايزه، اعمل اللي انت عايزه، والمجالات دلوقتي كتيره جدا جدا جدا، لكن لابد في الاول يكون عندي ايمان ان انا عايز اعمل شيء. انا مؤمن ان انا عايز اعمل شيء، وبعدين بعد كده تستشير من حولك، لكن العمليه مش فانتازيه، مش محاضره. انا كان الشباب لما يدعوني يقول ايه، انا تيجي لنا بقى بقول لي تعمل لنا اللي هو اللقاء مع فلان الفلاني بالليل كده، يعني عشان ايه، قلت لهم لا، انا بطلت ادي حبوب يعني تخدير، مش هخدركم بعد كده، مفيش تخدير، اوعوا تتخذوا الدين مخدرات زي ما قال عليها كارل ماركس، اوعوا هذاري، الدين مفعلات مقومات، صانع لمسارات، مؤثر لسياسات، وباني الحضارات ومجتمعات، هذا هو الدين. أما دين اللي قاعد يقول لي نصلي وعيش الصلاة بكام ركعة، والركعة بديني خمس مش عارف ايه وكذا وكذا، طب والمجتمع اللي حواليك ده واللي حواليك ده، اخرجي، لو مش عارفة تعلمي ربنا هيهديكي كيف تعلمي صناعة الصناعة العمل المجتمعي الإنساني والخير. كل هذه الأشياء
لابد احنا كشباب نحطها عندنا ونقول عليها ايه؟ نحن نريد ان نصنع شيء. فما هو الشيء؟ انا لن احدده لكم، حددوه وان استطعتم ان تؤمنوا به انا معكم اولكم ومعكم في كل خطوه فيها. لكن ما فيش حاجه اننا كل واحد هيجي ياخد ايدينا كده في كل خطوه نخطوها، خلاص الموضوع ده انتهى. عندنا عشرات الملايين من النازحين واللاجئين وقضايا معلقه بقالها عشرات السنين، وفقر وجوع ومرض وحرمان وظلم وفساد وتجبر ونزوح وتشريد واغتصاب، كل الحاجات دي كلها موجوده. خلاص انتم رجال وانتم نساء تستطيعون تغيير المجتمعات. ان الارض لله يورثها من؟ عبادي الصالحون او الصالحين. عبادي الصالحين مش هم المؤمنين، مش هم المسلمين، لا، الذين يستطيعون ان يصلحوا الارض، يصلحوا المجتمعات. لذلك ربنا انتزعها من المسلمين حينما فسدت الأمة الإسلامية بالظلم والتشاحن والبغضاء والكره اللي احنا شايفينه عبر الأجيال اللي احنا عشناها واللي انتوا هتعيشوها. الصلاح هنا هو صلاح البناء المجتمعي. الدين ما هو إلا قائمة المجتمع، الدين ما هو إلا مسيرة المجتمع، الدين ما هو إلا راية المجتمع الإنسانية المجتمعية المصلحة الإصلاحية. هذا هو الدين. أما دين المخدرات، دين التخدير، دين الطقوس، دين الشكل واللبس والزركشة والتنطيط والرأس والحاجات دي كلها وضرب السيوف ومش ضرب السيوف، ده مش ديننا. دي كلها عادات وتقاليد أتت على الإسلام لكي تشوه جوهر الإسلام. واضح يا شباب؟ واضح عبد الرحمن؟ واضح يا هريهام؟ أنا خدت كم دقيقة دلوقتي عشان ما أزودش عليكم. لو أنتوا عايزين أن أنا أقف وتبتدوا تسألوا أسئلة أنا جاهز يا هريهام ويا عبد الرحمن. تمام، ممكن نستقبل أسئلة بس نستقبلها في الشات. لا، أنا معاكم، تفضل يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام يا هشام، كيف حالك؟ ازي حضرتك دكتور؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. انا كان عندي سؤال كده. تمام. تفضل. بالنسبة للأربع كود حمر اللي حضرتك اتكلمت عليهم في البداية، انا بس الرابع مش عارف اجيبه ونسيه. ما انا كنت هسأل حضرتك تقول لي ايه الرابع بقى، لان انا لحد دلوقتي قاعد بفكر في حاجة اربطها بس مش لاقي، فكنت عايز اعرف بجد ايه الكات الرابع. هو التاريخ واللغة واحترام الأب. تعرف لما تكون الحاجة عايزها انت تجيبها بتجيش، يعني التاريخ واللغة مش عارف اجيبها، بس هبعت لكم مفيش مشكلة، وحتى ابعت لكم المحاضرة كلها، بس هي المحاضرة بالانجليزي وانتوا طبعا بتتكلموا انجليزي. انا هجيب لكم الرابع ان شاء الله، كارت الرابع، ما تخافش انا حريص جدا عليه، بس مش عايز افتح التليفون الثاني عشان ما اعملش شوشرة عليه. عندنا عمر، تفضل عمر. يا أيوة عمر، عمر بيقول ايه المطلوب تحديدا منا كشباب امام كل هذه التحديات؟ كثرت علينا الفروع والمتطلبات، نريد ان نعرف المطلوب. طيب انت حدد انت عايز ايه.
انا هقول لكم حاجه، انا دلوقتي في قطر، مجتمع يختلف عن مجتمع الفلسطيني او مجتمع المصري او مجتمع اللبناني او مجتمع السوري الى اخره، ليه خاصيات معينه. ايه مجالي وانا موجود في قطر ان انا استطيع ان اعمله عشان ارضي ربي وارضي نفسي؟ المجال المتاح ليا في المستويات المجالات العلميه او الاجتماعيه او الثقافيه الى اخره، لكن ما اقعدش كده ما اعملش حاجه، ما اقعدش ما اعملش حاجه. وبعدين عن طريق التواصل انا ممكن اتطوع في مؤسسات كثيره جدا، سواء كان في الداخل القطري او في الخارج، بس انا عندي ايه عشان اقدمه؟ او لو كنت انا جيد جدا في السوشيال ميديا او اللي هو التواصل الاجتماعي، ممكن انا نفسيا انا شخصيا اتواصل واتعلم وفي نفس الوقت اعلم. فالمجالات مفتوحه جدا 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 جدا. يعني دلوقتي انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن القضيه اليمنيه، وقال اللي فيها 20 مليون محتاج لكل شيء، اللي فيها فشل لمؤتمر الامم المتحده اللي حصل المانحين اللي حصل من يوم حوالي 10 ايام، كانوا طالبين 3.6 من 10 مليار دولار، حصلوا على 1.6 من 10 مليار دولار. يعني في 2 مليار دولار عجز في ميزانية أكل شرب نايم لبس. فشوفوا قد إيه العجز موجود. أنا بقى دوري إيه مع الشعب اليمني؟ أبص للقضية السورية أو قضية أهل غزة، أنا دوري إيه معاهم كفرد؟ ممكن أعمل حاجات كتيرة جدا، أنا ما أقدرش أقول لك تعمل إيه. أنت بتقول أهم شيء يا شباب في الموضوع ده كله هو كيف نوصل المعلومة الصح للناس في الوقت الصح أو المناسب لكي يتفاعل الناس مع قضيتي، سواء كانت قضيتي محاربة الجهل والجهالة، المرض، الحرمان، حقوق الإنسان، كل هذه الأشياء. فالمعلومة هي أهم شيء تستطيعون بها صناعة التغيير. وما مؤسسات أو منصات التواصل الاجتماعي وغيرها المؤسسات البحثية التي تصنع أو تتربح بالمليارات إلا أنها استطاعت أن تمنهج وتأرشف وتدير المعلومة. شفت قد إيه؟ إحنا عندنا مجالات كتيرة جدا. القضية السورية مصيبة سوداء وأسود من السواد، وفيها دول كتيرة متصارعة على أرضها، ولا هتستمر هذه القضية لكم سنة؟ هل هتصبح زي القضية الفلسطينية؟ هل هتصبح زي القضية الأريترية وال 400 ألف اللي موجودين في السودان من سنة من السبعينيات؟ وخلاص لا يستطيعون الرجوع إلى أريتريا مرة ثانية؟ هل هتصبح زي القضية الصومالية اللي خرج منها مئات الآلاف أو ملايين راحوا لبلاد شتى في العالم، منهم من رجع ومنهم من قاعد مازال في كينيا؟ هل هتصبح يعني زي ايه؟ معناها بالتالي انت احنا عندنا يا شباب، عندنا ايه؟ عندنا زي ما تقولوا ايه، قائمة تسوق او قائمة تسول او قائمة معاناة او قائمة حاجات للمجتمعات. اختار منها اي شيء، اي شيء انت تستطيع انك تنجح فيه. انتوا فاكرين يا شباب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان واحد زي انا كان عنده نية ان يشتغل في العمل الخيري؟ ابدا. كان عنده نية ان يجي بريطانيا عشان يعمل مؤسسة؟ ابدا ابدا، ولا نية ولا اي حاجة ولا شيء. كان عنده فلوس يبدأ بيها مؤسسة؟ ابدا. كان عنده رؤية؟ ابدا. كان عنده امكانيات؟ ابدا. كل ده كانش موجود. لكن لما عرضت علينا قضية الاريتريين في عام 1983، لما هم خرجوا من اثيوبيا في الوقت ده، وصلوا شرق السودان، حبينا نعمل شيء
كنا في سنكم، كنا اكبر منك شويه، كنت انا في اول الثلاثينات. انا وزميل ليا اسمه دكتور احسان شبيب، هو من عندكم يا روزانا، فلسطيني من عندكم، من فلسطيني العراق. حبينا نعمل شيء، قلنا نعمل ايه؟ خدنا وانا في مصر لما زرت السودان حبه صور كده، ورجعت وقفت في مصر ترانزيت، كنت لسه متجوز وعقبال عندكم، وسبت مراتي في لوحدها في بريطانيا، وقفت مع اهلي في القاهره لما خلصت السودان في ديسمبر 83، وريتهم الصور. فجمعوا حب كل واحد فيهم ادالي 50 جنيه وادالي 100، جمعت حوالي 1500 جنيه مصري. اول تبرع كان طفل عنده 9 سنين، كان ثمن الشوكولاته بتاعته. الطفل ده استاذ في الجامعه ده معايا. ما كانش في اي رؤيه ولا اي ميزانيه ولا حنكوش ولا بنكوش ولا شركه ولا جماعه ولا 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 اي شيء من. رجعت اتفقت مع عايز نعمل حاجه يا شباب لافريقيا، كل الناس قالوا لا مش فاضيين الا احسان. قال لي خلاص انا معاك. عملنا خب الجمعه في جامعه برمنغهام، خب الجمعه في جامعه استون، وجمعنا حوالي 500 جنيه استرليني على ال 1500 جنيه مصري، ودي كانت النواه الاولى، او دي كانت بذره القمح اللي زرعت في ارض خصبه اسمها ارض بريطانيا، لان خصبه العمل الاجتماعي والعمل المجتمعي والعمل الانساني. فنبتت الشجره، لكن في مكتب ولا نظريات ولا استراتيجيات ولا بطيخيات. ودي مسيره كام سنه، عبد الرحمن انت وعمر ورزان و في اتنين عبد الرحمن، انت ابوك يا عبد الرحمن بالانجليزي بقى، ويا انس ويا كذا، كان في كذا عبد الرحمن، يلا خلاص، ويا ريهام ويا 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 الى اخره، يا اسراء الى اخره، ويا خالد الى اخره. خالد كم احنا بقى عندك 38 سنه. اوعوا تفتكروا ان الغابه بتتعمل بين عشيه وضحاها. اوعوا تفتكروا ان الامازون او الغابات اللي في شرق افريقيا وغرب افريقيا وفي استراليا اللي بتتحرق دلوقتي عشان التغير المناخي، ها، او في الهند في البنغال او في بنجلاديش في البنغال، وادي البنغال اتعملت في الاف السنين. ربنا اعطانا رساله اننا في تدرج، في تدرج من ليله الدخله في الزواج الى الميلاد في الحمل 9 اشهر، ومن الميلاد الى التخرج من الجامعه 20 سنه، 23 سنه، 24 سنه، صح ولا غلط؟ لكن انت لازم تحدد الهدف وبعد كده تسعى الى تحقيقه. وحينما تحدد الهدف تكون انت عارف امكانياتك ايه، او تكون عارف انت امكانياتك ايه، وتربطوها بشيء مهم جدا اللي هو النية، اللي هو النية، اللي هو النية. إذا كانت النية خالصة لله فسيتحقق بك الهدف، وإن لم يكن لديك أي إمكانيات. إن لم تكن خالصة فلن يتحقق، وإن أفرزت لك إمكانيات الأرض ومن عليها. ده الفارق بين شخصيات زي أخونا إيدي عبد الستار، أو عبد الستار إيدي رحمة الله عليه، اللي أنشأ أسطول من عربات الإسعاف في باكستان بعد ما استقلت باكستان سنة 47 عن الهند. ما كانش متعلم، كان بيشتغل بائع جائل، كان من اللاجئين أو النازحين اللي خرجوا من الهند لباكستان، ومات رحمة الله عليه من كام سنة، ومئات مئات مئات العربات الإسعاف، أكبر أسطول إسعاف في باكستان، وعشرات الالوف من الموظفين اللي هم الدكاتره والممرضات. بدا ايه؟ بدا سنه 51 او 57، لكن مات سنه 2018 او 19. انت بتتكلم عن كام؟ 50 سنه غابه خيريه
من الإبداع والصبر والمثابرة لرجل لم يكن متعلما كأمثالكم. إنها الإرادة القائمة على الإيمان بالله والإيمان بالحياة والإيمان بالمجتمع والإيمان بالإنسانية، ملفوفة ومغلفة بحب الإنسان للخير. تفضل يا أخ عبد الرحمن، ننتقل إلى سؤال آخر. شكرا شكرا، أتعلم منكم الكثير. ربنا يبارك في حضرتك. عندنا سؤال مع أحمد. تفضل أحمد. أحمد مين فيهم؟ أحمد حازم. حازم الرجل الوجيه، تفضل يا وجيها. نعم الرجل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا دكتور. السؤال الله يكرمك. السؤال الله يكرمك. طيب الله يكرمك ألف مرة. الإجابة الله يكرمك ألف مرة. هي الفكرة دكتور، الواحد مع اللي بيشوفه حواليه بيحس إن هو عشان أصلا يبدأ يأثر أو يسيب أثر مع الأوضاع اللي حواليه دي كلها، بيبقى في فرق كبير قوي ما بين إن هو يقدر يعمل حاجة وما بين اللي شايفه. فإحنا برضو من خبرة حضرتك، الشباب إيه أكتر مجال هم فاعلين فيه أكتر؟ يعني مثلا عشان برضو زي ما يعني الواحد لما يحاول يستهدف شيء فعال، بحيث ان هو يعني يقدر يأثر اكبر اثر ممكن في حياة الناس. فده ده سؤال، اول سؤال. تاني سؤال، فكرة يا دكتور الواحد على مستوى الفرد بقى يعرف هدفه منين، يعني يعرف النقطة اللي هو يقف عليها منين، سواء دوت يعني في مجال معين، يعني يعرفها ازاي يا دكتور؟ ده سؤال بيؤرق اظن كتير من الشباب. طيب فأرجو كيف اعرف، كيف اعرف هدفي، هو كيف اعرف امكانياتي؟ يعني أنا ممكن أعرف إمكانياتي أكتشفها بنفسي، ممكن أعرفها عن طريق والدي والدتي إخواتي، ممكن أعرفها عن طريق أصدقائي، ممكن أعرفها عن طريق أساتذتي في الجامعة. فده سهل جدا إن أنا أعرف أو حد يوجهني لإمكانياتي وينصحني. هنا في حاجة في الجامعة أو في الثانوي بيسموها إيه، ضابط أو اللي هو مسؤول عن تحديد المسار المهني لك، اللي اسمه الكارير يعني بالانجليزي. فبتروح تساله تقول انا بحب كذا 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 كذا، يقول لك يا ابني خش الكليه دي او خش الجامعه دي الى اخره. مفيش عيب ابدا ان انا استشير ان لم نكن غير قادر. انا اعرف شباب بسم الله ما شاء الله الدرجه الفنيه في ابداعهم الفني ممتاز، لكن مش مركزين، مهووسين بالسوشيال ميديا. لكن لو قعدوا ورسموا وقعدوا وكتبوا وقعدوا واتكلموا هيطلعوا موسوعات غير عاديه. لكن مشتت الفكر، حته بقى مشتت الفكر دي خطيره جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، عدم التركيز. حتى لو انا عرفت انا عايز ايه وعرفت إمكانياتي، لو لم أركز لن أنجز، إن لم تركز لن تنجز، إن لم تركز لم تنجز على الإطلاق. والفلاح الخايب هو الفلاح اللي ما يقعدش على أرضه وما يشوفش زرعته، والقائد الخايب هو اللي ما يعرفش مين هم جنوده أو أبناء مجتمعه اللي بيخدمهم ومشاكلهم. لما كان سيدنا عمر رضي الله عنه بيتفقد الناس ويمشي في المدينة في شارع المدينة رايح جاي، ممكن أنا أعمل مجموعات معرفية لمعرفة حاجات المجتمعات. فده نمرة واحد إن أنا إما أكون قادر أو أسأل من يسدون علي النصح. السؤال الثاني كان إيه يا حازم؟ عشان بس أنا نسيته. السؤال الثاني كان له علاقة بفكرة ايه هو اكتر مجال يا دكتور بناء على خبرة حضرتك اللي الشباب يكونوا مؤثرين فيه اكتر. يعني احنا مثلا في الوضع الانساني العالمي دوت،
في دول، في مؤسسات دولية، في قواعد وقوانين، وفي حدود برضو في الآخر، في دول يعني، في حاجات الواحد محدود يعني، قدراته محدودة. فإيه أكتر مكان يقدر إن هو يوجه فيه شغله، خصوصا في فترة مرحلة شباب الجامعة وبعد التخرج بفترة يعني، إيه هو المجال اللي يقدر هو يكون أكتر فعال فيه، يعني يكون له أثر كبير فيه، بحيث إن هو ما يروحش الحتة هي يعني صعب إن هو يتعداها ويضيع مجهوده، يعني بناء على خبرة حضرتك. هل انت بتتكلم على مجال انا احدده، ولا بتتكلم على مجال انساني، ولا بتتكلم عن اي مجال بالظبط؟ حدد لو سمحت. المجال الإنساني، خلينا نقول. المجال الانساني، شوف انا قلت ان في عندك قائمة للتسوق لكل بلوى من البلاوي حاصلة، واغلبها حاصلين في مربع واحد، لو مربع الجزيرة العربية من سوريا في الشمال مرة بفلسطين ولبنان، وتنزل تحت على اليمن، وجنبك العراق. يعني في عندك بقى باكج هنا بسم الله ما شاء الله، في الحته دي بس لوحدها، ما بين مشاكل بقالها 70 سنه او اقل او اكثر اللي هي زي فلسطين، ومشاكل زي اليمن والعراق وسوريا، وبعدين لبنان حديثا، وغيرها طبعا، وغيرها. اوعى تفتكر، صلوا على النبي، حذاري أن تعتقد أن الدول الغنية الدول القوية. الدولة الغنية التي ليس لها أو بها أو لديها مجتمع مدني ومؤسسات مجتمع مدني قوية فهي دولة هشة. هش هش هش. وإنما هشاشة الدولة تأتي من هشاشة العظام، وهشاشة العظام تأتي من نقص الفيتامين الذي يدعى بالفيتامين دال أو دي، وعدم تعرض هذه الدولة للشمس، يعني عدم الانتفاخ على سماء المجتمعات. فلذلك حذاري أن تخدع بحجم الإمكانيات والعربات والمباني وكذا وكذا والمرتبات، طالما ما فيش حرية المجتمع المدني، اعرف ان هذه دولة هشة ممكن ان يسيء اليها او الى هشاشتها بعض التوجهات التطرفية او الارهابية الى اخره. دعونا من هذا، نرجع مرة اخرى. انا قلت لك دلوقتي انت عندك قائمة تسوق كبيرة. اول شيء يا اخ حازم، يا اخ احمد حازم، اعلم انك لن تستطيع ان تغير العالم او تحل مشكلة، حتى وان كانت مؤسستك هي اقوى المؤسسات الانسانية في العالم. اعلم ان كل هذه المشاكل هي مترابطة متشابكة معقدة او ممتدة ما بين دول مستفيدة من استمرارية هذه النزاعات، بسرقة مقدرات هذه الشعوب، وما الجزر التي تنتهب أو تسرق أو تحتل، وما الآثار التي تسرق وتهج وتصدر إلى دول أخرى، ما هي إلا إيه؟ مظاهر من المظاهر اللي إحنا بنراها. فإذا كنت أنت داخل وتقول أنا هغير كل شيء، ستفشل. لكن اعلم أنك لو بدأت واستمريت واستطعت أن تنجز، ستستطيع أن تغير قدر الإمكان من تستطيع أن تغيره. أنا شفت مبادرات كثيرة جدا، يعني قطر الخيرية اللي عندكم كانت اسمها جمعية قطر لكف اليتيم، أنا حضرتها سنة كام؟ حضرتها سنة 89 قبل كلكم ما تولدوا، بسم الله ما شاء الله. كان الشيخ عبد الله الدباغر دبين الصحة، ما كانش في مكتب ليها، مكتب يعني مكتب، كان فيه كده حبة مخازن وبتاع ده وغرف إلى آخره، إلى أن تحولت لما رأيتموه من 89، يمكن بدأت قبل 89 كمان. فقايك جمعية قطر لكف اليتيم، وقبلك في غير كده. هو في مثلا في مصر مؤسسة زي مؤسسة اسمها يا رب أهل مش اسمها أهل مصر ولا المحروسة، مش فاكر يعني إيه، اللي عاملة مستشفى لرئاستها هي بهبة السويدي، ده بدأت بقى لها يعني يمكن قول مثلا 10 12 سنة، لا لا أكتر منها، يعني 10 12 سنة، في حاجة اسمها مؤسسة مرسال
او رساله او جمعيه شرعيه اللي بقى لها 112 سنه او 109 سنين سوري. ففي حاجات بدات بس البناء ما عمر البناء في العمل المجتمع ما بيكون مكتمل. اسمعوا يا شباب، عمر بناء العمل المجتمع ما يكون مكتملا ابدا، لان كل يوم المجتمع يطلع علينا او يظهر علينا بمشكله جديده، بتحدي جديد، برؤيه جديده. فالذي يقول اننا استويت على راس مؤسستي وبنيتها الى ان اصبحت كاملة هو خاطئ مخطئ، وإن كان لا يعلم أو من كان يعلم فهو مغرض أو هي مغرضة. فاللي أنت ده قلته عليه أخ حازم إيه؟ إن أنا أيوة أنا هعمل أي حاجة. أنا كويس في إيه؟ مش قادر أتصل بأي جمعية. في مؤسسات في فلسطين كتيرة في غزة وخارج غزة. في مؤسسات في العراق كتيرة، في لبنان كتيرة، إلى آخره. ها؟ لكي نتحيز للبلد دون بلد. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء، أنا وظيفتي إن أنا أعمل ما أستطيع إنجازه من خلال رؤيتي لمساعدة هؤلاء الناس في هذا الموقع. افرض أنا بس هقعد أكتب شعر علشان قضية معينة، هكتب قصص عشان قضية معينة، هقول كلمة على السوشيال ميديا عشان قضية معينة، هعمل فيديو عشان قضية معينة، وهكذا. أعمل حاجة بسيطة. لن نستطيع أن نحل مشكلة معقدة مركبة بين عشية وضحاها، لكن اعمل أي شيء بسيط ولو كان تأثيره مش ملموس، لكن استمر فيه إلى أن يصبح تأثيره ملموس. والتأثير المجتمع الملموس لن يأتي بين عشية وضحاها. صليتوا على النبي يا أخ أحمد حازم يا عبد الرحمن يا شباب كلكم، أنتوا كم واحد دلوقتي؟ بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله. مش عايز أحسدكم. 27. ها؟ 27 يا دكتور. كم؟ 27. عين الحسود في عود يا عبد الرحمن. شوفوا، أنا كنت عايز أقول إيه؟ نسيت والله. أنا كنت بتكلم إيه في الآخر حاجة؟ عبد الرحمن وأحمد، أنا بقول أخ حاجة كده عشان بس نسيت وسط سعادتي بيكم. حد ذكرني كده كنت بقول إيه؟ أنت كلمت إن في فلسطين أو العراق في أخطر من مؤسسة واحدة، فأنت مش هتستخد، أنت مش هتعمل كل حاجة، ولازم تتطوي مع وتحيي مشاكل مع السنة. يبقى احنا بنقول ايه؟ شكرا، جزاكم الله خير. يبقى شكرا، احنا بنتكلم عن ايه؟ ان انا اخش في الموضوع واعرف قدرتي ومقدرتي لكي لا احبط. مش في الايه فلما استيأس الرسل، اخر سورة سيدنا يوسف، الرسل استيأسوا يعني، بس ما وصلوش لدرجة اليأس، يعني حسوا خلاص يا رب مش قادرين. فأنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى بعد بذل المجهود على المستوى البسيط ده التوفيق. وانت تعرف نجاحك هيجي ازاي يا شباب؟ الوحيد الذي سيصنع النجاح هو الوحيد الذي يخلص في العمل. والإخلاص منظومة لا تراها إلا قلوب من حولك من المخلصين، تجعلهم يحطبقون الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الأرواح جنود مجندة، ها؟ من تعرف منها ائتلف. فبيقولك الناس، لما ربنا قال لسيدنا إبراهيم عليه السلام مؤذن في الناس وهو في وسط إيه؟ مكة صحراء برداء قاحلة، أذن في الناس يأتوك رجالا حتى على رجليهم، هيجوا منين دول؟ كم مليون كل سنة بيجوا لمكة دلوقتي؟ عملية مسيرة، والمسيرة إن بدأت فلا تنتهي في يوم أو يومين، لكن ابدأ المسيرة بالإصرار والمعرفة وتحديد الهدف والتجرد
ويا ربي والتركيز، وتجعل نيتك لله خالص سبحانه وتعالى، لكي تصبح المسيرة مستمرة بعد نهاية عمري وبعد نهاية السجن. هل مسيرة الإسلام توقفت بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بعد رحيل الخلفاء الراشدين؟ أبدا. هل هي مستمرة؟ أبدا الدهر. ليه؟ لأن من زرع بذرة هذه المسيرة كان مخلصا لله وحده، كان مخلصا، خير ما بين ملك ما يستطيع أن يجعله ملكا أو الإذعان لأن يكون عبدا رسولا، فأصبح عبدا رسولا، يأكل كما تأكل الناس، ويمشي كما يمشي الناس، وينام كما ينام الناس، والملوك يجلسون على أسرة من ذهب وفضة، ويلبسون الحرير والديباج. كل هذه الأشياء تجعل المسيرة تستمر بعد رحيلنا كلنا بمئات أو آلاف السنين. واضح ولا مش واضح؟ ففي ناس من العلماء يذكرون الآن لإخلاصهم منذ ألف سنة، الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والقرطبي والنسائي وابن ماجة ومالك مالك والشافعي وإلى آخره، صح؟ ليه؟ لأن ربنا رفع لهم ذكرهم إنهم أخلصوا وركزوا في العمل، أخلصوا وركزوا، فكان من عمق إيمانهم الإخلاص ثم التركيز ثم التوريث. ذلك كل منهم كان حريصا على أن يترك من يعلمه أو يترك ما يتعلم منه المجتمعات مما تركه، لأن كلهم حريصين على ترك ها كل علمهم مكتوب. ومن أكثر الأئمة اللي كان زعل كتير جدا في قاف أكثر من رواية اللي هو الليث بن سعد. الليث بن سعد كان شيخ الإمام الشافعي، إمام الليث بن سعد هو مصري، كان شيخ الإمام الشافعي، ولكن للأسف لم يعني يحمل تلامذته ورسالته، وفي نفس الوقت ضاعت الكتب منه. يقال إن المركب غرقت في النيل وهو رايح على اسكندرية إلى آخره إلى آخره. فبالتالي الأمر أبسط مما تتخيل، لكنه عايز ما يكون كل واحد منا حريص ومركز في إنجاز العمل، وصبور 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 صبور وصبورة. فضل يا أخ عبد الرحمن. عندنا سؤال من إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. يقول كيف أنا أنا كنت كده بسؤال بس ما صاروا أنت إجابة أحمد حسن طريعتها سافية. كنت بسأل سؤال كيف نوفق بين العادات والتقاليد والدين، تكت أول نقطة. بعدين كلامك في السؤال أنت كيمت على فكرة الأرض وفكرة الأرض وكل واحد يهتم بأرض، بس السؤال هاي ممكن يمكتب الجمعية دي هيجا كلها تجتمع، وبدل ما تسخر كل جمعية لوحدها كلهم يجتمعوا على هدف واحد؟ طب جزاكم الله خير يا ابو خليل، السؤالين جميلين. في اشياء اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت هي من الاعراف قبل الاسلام، من الاخلاق العرب وشيم العرب، واللي هي اللي هو كان في صلح اسمه صلح يا ربي الفضول، أقروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذين فعلوا هذا الصلح ما كانوش مسلمين. فلذلك جزء من العادات التقليد بتاعتنا هي جزء من قيامنا وأخلاقنا، مش كلها طبعا لكن في جزء منها. أما بالنسبة لقضية اللي هو الاتفاق على رؤية واحدة وعلى هدف واحد وعلى عمل ائتلافات ومنتديات واتحادات، ده يعتبر من أصعب يا أبو خليل، من أصعب التحديات للعمل الخيري أو العمل المجتمعي. ليه بقى أبو خليل؟ لأن كل واحد فينا عايز يطلع في الصورة، هو يبص في المراية كده بيشوف نفسه، يعني جمعيته. ما ينفعش في العمل المجتمعي، ما ينفعش يكون عندك مراية، تبص في المراية يلاقي المجتمع،
تبص في المراية تلاقي فلسطينيين، تلاقي السوريين، تلاقي اليغوريين، تلاقي الرونجيين، تلاقي العراقيين، تلاقي اليمنيين، تلاقي اللبنانيين، ها تلاقي الليبيين، تلاقي السودانيين، تلاقي جنوب السودان، تلاقي أفريقيا، تلاقي كل مكان في العالم. تبص نفسك، ما أنت أيها الرئيس أو الزعيم أو المستشار إلا نقطة في بحر المجتمع، لن يراك المجتمع ويشعر بك إلا إذا أحدثت تغييرا مجتمعيا لهم. فمن التحديات الكبرى اللي احنا دخلنا فيها يا أبو خليل، ده موضوع كبير ربنا يعيننا عليه إن شاء الله. يعني أنا تركت الإغاثة في 2008 بقناعة مني إن أنا عايز أعمل أشياء جديدة مش عايز أقدر أحققها في الإغاثة زي ما أنت عايز بالظبط. فبدأنا نعمل منتديات اللي هي دي اللي احنا ما زلنا بعد 15 سنة نعاني من عدم فهم المجتمع لمعنى بناء شراكة، لمعنى بناء مؤسسات فيها تشبيك وتواصل، لمعنى مؤسسات فيها مركزية للبحث العلمي، لمعنى بناء مؤسسات فيها ما نقول عنه صيانة حقوق الإنسان وصيانة كرامة الإنسان، بناء مؤسسات فيها معنى المناصرة من أجل قضية المرأة المسلمة وغير المسلمة زي ما حصل من داعش مع الأزيديين في العراق. هتقول لك أصل دول مش مسلمين، طب مش وإيه يعني؟ الدين لك تحمي الإنسان، تحمي الإنسان، ما قالش الإنسان هو مسلم ولا مسلمة ولا كافر ولا كافرة، لا، ترفع الظلم عن الإنسان. فهذه الأشياء احنا ما قلنا بقالك 15 سنة دلوقتي بنعاني عدم الفهم وفي نفس الوقت عدم الدعم. فما زال وده مش احنا بس لوحدنا، حتى المؤسسات الدولية الغربية اقل المؤسسات فيها تصلها الدعومات هي المؤسسات التنسيقية. التنسيق يا ابو خليل هو ثمرة شجرة تزرعها. شوف يا ابو خليل، صلوا على النبي يا شباب، انا فرحان جدا بيكم وسعداء وسعيد جدا بيكم وجزاكم الله خير انكم استحملتوني. اول 25 سنه كانت عمل انساني، والعمل الانساني عمل عاطفي، عياط وصريخ ومغتصبات وهاربين ومقتولين ومشردين وكيتم وارامل، فكل بيدفع. 2005 بدانا نفكر ان نعمل عمل مجتمعي، لو بنسمي السوشيال، يعني بنخرج من الهيومانيتيريان الى السوشيال. معناها ايه السوشيال؟ معناها بتنزل النسيج المجتمعي في الارض اللي انت واقف عليها، ما بتشوفش المجتمع من فوق بضباب قانون واحد. اللون ده متكون من ملايين البشر، وكل بشر هو قضية في حد ذاته. ده العمل المجتمعي اصبح اكثر تعقيدا، اللي احنا ما زلنا لن ننجح فيه. احنا نجحنا في العواطف، فلسطينيين حصل لهم كذا، كل بيهرع، طب ما تعمل كذا قبل ما يهرع، قبل ما يحصل لهم ده، وهكذا. فاحنا ما احنا في المرحله الحاليه دلوقتي اللي احنا مش قادرين نقنع المجتمع بالتنسيق والتواصل والتشبيك وبناء الشراكات اللي هي اساس محوري لا يتفقم في بناء العمل المجتمعي او بناء العمل الانساني او التحالفات، بل في بناء المجتمع نفسه والوطن نفسه والدولة نفسها. ثم يأتي بعد ذلك يا ابو خليل، ودي المرحلة انا بتكلم عنها، كلمت عنها انا في محاضرة مع الشباب قبل كده، هو اللي هو ننتقل من العمل الاجتماعي الى العمل الفكري الفلسفي الثقافي القيمي. اقولها تاني، فكري فلسفي ثقافي قيمي، لكي نصنع ثقافة فكرية قائمة على فلسفة تغير مسار العقول.
تغير مسار، وده أصعب وأصعب وأصعب. لذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفتح القلوب ولا يفتح الحصون. كان يفتح القلوب بأنه ينظر إلى فكر وفلسفة فكرية لثقافة الرجل أو المجتمع الذي وجهه فيفتحها ويصنع ثقافة فلسفية أو فلسفة ثقافية جديدة يستطيع أن يقود بها المجتمعات أو تقود المجتمعات المجتمعات الأخرى من خلالها. وده تحدي أكبر. إذا كنا مش قادرين نعمل كوميونيكيشن أو تواصل وبناء الشراكات يا أبو خليل، نحن في هذا التحدي. تعرف ليه يا أبو خليل إحنا في التحدي ده؟ لأننا أعوذ بالله مش لأسأل، لأن لابد علينا أن يخرج من هؤلاء 27 إنسان محترم جالسين من يستطيع صناعة تغيير التاريخ المجتمعي وصناعة بناء المجتمعات وصناعة وضع رؤية تنقذ المجتمعات مما هي فيه من فساد وطغيان وظلم وجور. أنتم هؤلاء. فمن الإنساني إلى المجتمعي إلى التغيير الثقافي الفلسفي الفكري القيمي، حينما تدخل أنت إلى مخ الإنسان الذي أمامك وتستطيع بفلسفتك أن تضيف هالة جميلة على فلسفة هذه المجتمعات. أتمنى أن أنا أكون شرحت الكلام الجديد اللي لسه ما كتبتوش. وبرضك مش ناسي يا أخ اللي قال لي اللي هو الكارت الأحمر الرابع، في البريك هجيب لك الكارت الرابع عشان أطردك من الجلسة. أولا في البداية أرحب بك دكتور الفاضل وبالحضور الكرام. وقبل السؤال بداية أحب أن أبدي إعجابي بفكرتك دكتور اللي تطرقت إليها ونبهتنا إليها في نهاية الجلسة الأولى، وهي وجوب العمل على تطوير وغرس قيمنا وأفكارنا الإسلامية والاهتمام بجانب القيم، لأن في الحقيقة دكتور هذه هي معركتنا اليوم، يعني معركة وعي والاهتمام بهذا الجانب، لأنه يقف سدا منيعا أمام الهجمات المضللة للإسلام والمسلمين. دكتور سؤالي هو من واقع خبرتك يا دكتور في مجال العمل الإنساني في بريطانيا وأغلب الدول، ما هي الأهداف الجوهرية والأساسية التي تسعى إلى تحقيقها أغلب منظمات حقوق الإنسان والعمل الإغاثي في أغلب البلدان يعني كبريطانيا وأمريكا؟ لأن هذا التساؤل دكتور شائع في مجتمعنا اليمني، خاصة لأنني يمني وعلى اطلاع يعني شامل بعمل هذه المؤسسات. وهذا التساؤل دكتور خلق بونا شاسعا يعني بين أوساط المجتمع، ويقولون بعض الشباب والشابات الصراحة بعض المؤسسات تسعى إلى بث بعض الأفكار الغربية، ونرى أنها رفضت رفضا قاطعا إقامة فروع لها في الجمهورية اليمنية يعني تحت إشراف الحكومة اليمنية. فدكتور هل بإمكانك أن توضح لنا يعني هل هناك أهداف خفية وراء عمل هذه المؤسسات أم لا؟ وشكرا جزيلا. طيب جزاكم الله خير. أخ عبد الرحمن بردك؟ عبد الرحمن المهدي. نعم المهدي. طيب بسم الله ما شاء الله. أنا بس حاجة كارت الرابع الأحمر قبل ما أجاوب على السؤال بتاعك، الكارت الرابع الأخضر الأحمر يعني الأخ اللي سألني في الجزء الأول هو التالي: أن يعتقد الشباب أنهم علماء ويطلقون على أنفسهم ألقاب الشيخ، الأستاذ، العالم، العلامة، الحبر، الفهامة إلى آخره. فهذا الاعتقاد قاتل قاتل قاتل. وأتذكر حديث يعني كلمة للدكتور الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي في الستينات أو في أول السبعينات، اللي هو كان بيقول هؤلاء الشباب الصغار يقرؤون كتابا أو كتابين ويخرجون على الناس بفتاوى أو فتاوي كثيرة ويقولون نحن رجال وأبو حنيفة رجل، ومثلا الإمام الشافعي رجل وهم رجال. لا، هم رجال ونحن لسنا رجال. إذا كان العملية في الفقه وفي العلم،
أما في الذكورة فكلنا ذكور. فده كانت خكرت الرابع، لا تجعل من نفسك عالما إلا إذا علمت. ورحلة العلم بتسير لعشرات السنين من الإنسان ينكب على مجالس العلماء، كما ذكرت من قبل إن كان يسير الشباب دول من الأندلس إلى بغداد على قدميهم لكي يصلوا للإمام أحمد بن حنبل يستقون منه حديثا أو حديثين، وهذا ما كان يفعل الإمام البخاري ومسلم والنسائي حتى الإمام الشافعي. ولد في غزة وتربى في المدينة ومكة، ثم ذهب إلى العراق وذهب إلى اليمن وذهب إلى مصر، وكلما يذهب إلى مكان يتعلم منه ويعلم فيه. فلذلك هذا هو الكارت الرابع، حذاري حذاري أن تنصب نفسك عالما على المجتمع، أن ينصبك عالما عليه إذا علمت، أو فقيها عليه إذا فقهت، أو حارسا عليه إذا استطعت أن تعرس هذا المجتمع. ده كان بالنسبة للكارت الرابع. وكثير من الآن يعني حتى بتكلم وأنا بسمع الكلام اللي قلتها للشباب من أسبوعين، كانوا من 20 سنة حاولوا يقولوا لي يا أستاذ أنت شيخنا. قلت لهم لا شيخكم ولا أستاذكم، أنا لست عالما في الدين ولا عندي مشيخة دينية. ده كان الكارت الرابع. أما بالنسبة لأهداف المؤسسات، فكل مؤسسة لها أهداف معلنة تستطيع أن تحاسبها عليها، وكل الحكومات لها أهداف معلنة تستطيع أن تحاسبها عليها. ولا يوجد هناك يا أخ عبد الرحمن يا مهدي، لا يوجد هناك أي دعم من أي جهة خارجية لأي مجتمع. أنا كان عندي محاضرة الأسبوع الماضي عندي على صفحة على القناة على اليوتيوب بتاعتي أو الفيسبوك، ممكن تشوفها، اللي هو لماذا يحجب المانحون أو المانحين. في هذه المحاضرة اوعى وحذاري أن تعتقد أن هناك دولة أو مؤسسة ليس لها هدف من الدعم، وبعضها قد يؤدي إلى ما أنت تفضلت به اللي هو تبسيط العقائد والقيم والأخلاقيات المجتمعية والسعي إلى إبراز عقائد وقيم مجتمعية أخرى. دي الحاجات اللي ممكن تكون معلنة. في بعض المؤسسات معلنة عن هذا الأمر تماما تماما. أنا بأعد محاضرة لليمن، لأن اليمن بالنسبة لي هي وسوريا، وكأنك تمسك سيف وتقطعني من هذا الوريد إلى هذا الوريد، عار ثم عار ثم عار وخزي علينا جميعا. أن اليمن أصل العرب والعروبة، والتي منها أكثر من 100 صحابي وأمهات مؤمنين وفاتحين وعلماء وفقهاء، أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن. وكذلك سوريا، 20 مليون يمني، 20 مليون يمني، 11.8 مليون سوري في الداخل، وخمسة ونص أو ستة في الخارج، يعني قرابة 18 مليون سوري. يعني ما بين البلدين 40 مليون ومصيبتا. فإن أردنا أن نصنع لأنفسنا ثقافة مجتمعية، فلا بد أن نصنع لأنفسنا مؤسسات مجتمعية تستطيع أن تقف لأي ثقافة تأتينا. وليس كل المؤسسات سيئة، هناك مؤسسات كثيرة يعني تعمل متخصصة في العمل الإنساني فقط، لكن بعضها فعلا عنده أجندات. وخلي بالك يا شباب، أنا قلت في المحاضرة اللي فاتت دي اللي كانت الأسبوع الماضي، إن الأمم المتحدة مؤسسة حكومات أعضائها أعضاء حكومات 189 دولة. أوعى تفتكر إن مؤتمر اليمن اللي حصل من الأسبوع ده وجمعوا فيه 1.6 مليار أو 1.6 مليار
اي دعم هيجي من حكومة اليمن هو بينفذ سياسة الحكومة الداعمة، اتفقنا عليها ما اتفقناش عليها دي مش مشكلة، وده شيء طبيعي جدا جدا جدا. حتى بعض المؤسسات الإسلامية التي تريد أن تفرض ثقافتها وقيمها الأخلاقية على مجتمع مسلم، وحصل الكلام ده وشفناه في البوسنة. أنا مش عايز بس أفضفض وفضفض عشان ما زعلش حد، ما زعلش حد. في البوسنة يعني من 30 سنة كانوا بيجبروا نساء خارجين من مجتمع منغلق، يعني كل شيء مختلط فيه ببعض، ما تعرفش المسلم من غير المسلم الاخر، كانوا بيفرضوا على النساء انها تلبس حجاب عشان تاخد الوجبه الغذائيه في رمضان، وبيفرضوا على ناس خرجوا من مجتمع شيوعي اشتراكي انهم يصوموا في رمضان. ليس هذا الاسلام. الاسلام ما فيهوش اكراه، الاسلام فيه تدرج وتدرج وتدرج. وكانت النساء تيجي تقف في الطابور تغطي راسها تاخد الاكل وتمشي وتقلع الاشار بعد ما تمشي بعيد. فدي مؤسسات ايضا سيئه السمعه بالنسبه لعملنا الاسلامي كذلك. الاسلام ليس مظهر ولا نستطيع ان نفرضه حتى على المسلمين بمذهبيتنا. فلذلك اذا خرجت هذه المجتمعات من ظلام وغيابات الاشتراكية والشيوعية وكذا وكذا وكذا، اللي عاشوا كانوا في رب في كازاخستان لما زرت المآتة في 1993 أو 92 تقريبا، أخونا أحمد كان علشان يصلي كان بيطفي نور الأوضة كلها الشقة كلها ما هنشتري منه شقة، ويقفل الباب من جوه ومن بره، من جوه يعني بالذات، ويخش في جوه غرفة جوه غرفة جوه غرفة علشان يتمتم بكلام تفاصيل الشيوعي. لما يخرج أحمد ده اللي ما يعرفش كلمة في القرآن حاسبه على إيه؟ حاسبه على إيه؟ حاسبه قال له جزاكم الله خير إنك عشت بكلمة واحدة. كنا في ألبانيا في ديسمبر عام 1991، يا أخ يا عبد الرحمن يا مهدي، كنا في ألبانيا في هذا الوقت، والتقيت مع أكبر أطول الرجل الذي سجن لقرابة 40 سنة في سجون أنور خوجة، وقعدنا نتغدى مع بعض، عزلناه على الغداء إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وإحنا خارجين بقى حب يحتفي بينا هذا الرجل احتفاء فرحا، وكان ده في 25 أو 24 ديسمبر عام 1991، يعني من 30 سنة. وقعد يتمتم كلام لم يفهمه منا احد. كنت انا بمعيه الاستاذ اسعد طه، لو كنتوا عارفين اسمه اللي هو الرجل الاعلامي المشهور، ومعنا شاب من ايه من مقدونيا، لا هو المقدوني فهم ولا اسعد طه فهم ولا انا فهم. والاخر سالنا حد يساله بالالباني، تعرف قال لنا ايه؟ انه كان يقرا سوره الفاتحه فتكتبها له الملائكه بما قرأها بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو يعتقد أنه يقرأ الفاتحة ونحن لا نفهم حروف الفاتحة. حينما نأتي لمثل هذه المجتمعات ونفرض عليها ثقافة جديدة وهي لم تتعافى من مرضها ومن جهلها ومن خروج من غيابات، يبقى نحن أيضا آثمين كمسلمين. فالإثم ليس فقط على المؤسسات غير الإسلامية لكن أيضا على المؤسسات الإسلامية. تفضل يا عبد الرحمن، يا اخ عبد الرحمن او احمد حازم. جزاكم الله خير يا دكتور. عندنا سؤال من عمر بيقول يعني رغم الظلم والجهل وكل اللي حضرتك قلته ده من فساد الحكومات، ازاي احنا ممكن نقف في وجه الحكومات؟ بس ده خاص اخر كده. لا ما واحد انا عايز بس اقول له كلمه كده، بحبك يا عمر. انا مش بطلب منك تقف قدام الحكومات، انا بطلب منك تبني مجتمعات ولا تصطدم مع اي حكومه من الحكومات، لان كثير من الحكومات تتمنى لك الخطا. بيقول لك في مثل في مصر بيقول لك ايه؟ حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. ابدا ابدا ابدا،
بمعنى ايه؟ انت اخ عمر مسؤول عن جمعيه ضعيفه او قويه بغض النظر، ليس من مصلحتك انك تصادم حكومه ما، لكن من مصلحتك ومن كاستك انك ترفع الوعي، لان في بعض احد الشباب يمكن يكون عبد الرحمن المهدي او قبل كده في الحلقه في الجزء الاولاني كان بيتكلم عن رفع الوعي. ارفع الوعي ليه؟ لان اعداء الانسانيه يريدون لك ان تخطئ، فيصنفونك بارهابي او متطرف او رجعي او صدامي او الى اخره، لكي يوقفوا المؤسسة التي تنتمي إليها. وده حصل في كتير جدا في دول كثيرة. فرنسا أغلقت مساجد حديثا، كذلك في بريطانيا صنفت مساجد، وكذلك في الدول العربية صنفوا أغلقوا مساجد ومؤسسات وحبسوا أفراد إلى آخره. فالإنسان الكيس الفطن الحكيم الذي يستطيع أن يبقي على دابته لكي تصل به إلى نهاية المطاف أو نهاية المسيرة. سيقول بعض الشباب المتحمس ده هذا تنازل وهذا. لا، مش تنازل، أنت مسؤول عن إيه؟ لو كنت أنت مسؤول عن نفسك لوحدك، افعل في نفسك ما تشاء، وحننصحك برضك بعدم الصدام. لكن لو أنت مسؤول عن مجتمع، مسؤول عن مؤسسة، مسؤول عن جمعية، أنت ليس لك الحق في أن تدمر هذه الجمعية. أديك بعض الأمثلة. حصلت في أحد المؤسسات الكبرى بعض الأخطاء للعاملين فيها، كتبوا كلام وحش على السوشيال ميديا، واخدين بالكم، ويعني كلام بيعادي السامية وكلام بيشتم كذا وكذا 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 وكذا. تلقفته بعض الصحف اللي هي ضد الايه، بتعمل يعني لها اجندات معينه، وعمل لها حمله ولم يقعدوا، فاضطر كل هؤلاء الناس انهم يستقيلوا. كانت فضيحه كبرى، ليس في مؤسسه اسلاميه فقط واحده، بس في اكثر من مؤسسه اسلاميه. طب وليه؟ ممكن ان تشير الى الفساد، ولكن ليس من حقك في العمل الإنساني أن تقول إن هاني البنا فاسد وهو رئيس جمهورية. لا، ده مش دورك. أنت ممكن أنك تقول الفساد أسبابه كذا، يؤدي إلى كذا، وعلاجه كذا، وتشير، ممكن تشير إلى الظلم، ممكن تشير إلى المعاناة في مكان ما. لكن ليه عشت من الأديان؟ ليه أشتم الدين اليهودي أو الدين المسيحي أو أي دين؟ ليه؟ ليس من حقك كمسؤول عن جمعية إنسانية دولية أبدا، لأن هناك من يتربصون ليس لك أنت شخصيا، للجمعية بتاعتك، عشان يغلقوها لأنها تزعجهم، يعجب الزراعة لا يغضب من الكفار. فلذلك حينما تتبوأ قيادة مؤسسة لابد أن تعمل بمعايير المجتمع الذي تعمل خلاله المؤسسة. يعني لو أنت عايز تعمل حملة مثلا، ما تختارش من يكون معك في الحملة يكون إعلامي مسيس أو مسيس، لأنه نجم وعنده 20 مليون 30 مليون. لا، ده هينقلب السحر على السحر معك. أنا لن أذكر أسماء المؤسسات ولا أسماء الإعلاميين، لكن أذكر إن ده خطر. خطر ليه؟ لأن مؤسستك لها حيثية، فعليك أن تحمي المؤسسة بإبعادها عن المخاطر. لكن أنت كفرد افعل ما شئت في نفسك، وسننصحك بألا تهلك نفسك. تفضل يا عبد الرحمن، وتفضل يا أحمد يا حازم. جزيتم خيرا يا أنس، ربنا يبارك فيكم. عبد الرحمن المهدي عنده سؤال. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا. عليكم السلام دكتور. ما هي الآلية العملية لتحقيق أهداف تعزيز القيم والأفكار والثقافة وكذا، يعني
دكتور، إن أفكار كثيرة بس الآلية نفسها دكتور. إذا كنت تتكلم عن آليات، فالآليات خرجت من الدور الفردي اللي هو دور الإمام والشيخ والفقيه إلى دور مؤسسي، ثم تخرج من الدور المؤسسي إلى الدور التجمع الكتلي تكتلات، ثم تخرج من دور التكتلات إلى دور الأبحاث والدراسات، ثم تخرج من دور الأبحاث والدراسات إلى دور الحض اللي هو المناصرة والنشر والإبلاغ والإعلام يعني. فكل هذه الآليات أساسها أنت كإنسان عندك فكر ولك القيم ولك كذا وكذا 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 وكذا. لم تستطيع كما كان في الماضي، الماضي ما كانش فيه، في الماضي كان أكثر ما يستطيع أن ينقل الإنسان فكره أو الفقيه فكره أنه إيه، ان او الرسول صلى الله عليه وسلم انا فاكر يعني ان احد الشعراء ها يؤمن بالنبي، فمن يحب الشاعر هذا يتبعون ويبحثون عنه، وكأن الشعر ده هو ايه، كان مثلا الجزيرة او العربية او الحرة او المصرية الى اخره. حاليا اصبح الاليات كثيرة متاحة، لكن عليك انت أن تحدد كيف تستعمل مثل هذه الآليات. أخطر حاجة يا أخ عبد الرحمن هو أننا عندنا كثير ممن نسميهم أفراد حرجين، يعني هم critical individuals، لكن ما عندناش كتل حرجة اللي هي critical masses، وهذا الذي يفعله اللي هي الأنظمة الدكتاتورية التي لا تؤمن ب إعطاء مساحة مدنية من الحريات للمجتمع المدني، فتمنع بناء الكتل الحرجة التي هي قادرة كآلية على إحداث التغيير أنت بتتكلم عنه، والمحافظة على القيم والأخلاقيات والعادات. ليه كتير جدا دلوقتي بيحاربوا الأزهر وبيحاربوا ناس في كتير بيحاربوا الأزهر؟ ليه؟ لأنها أصبحت مؤسسة فيها كتل حرجة كبيرة، هي بتدافع، بتحاول تدافع عن الإسلام، وبالك لأنها مؤسسة راسخة لا يختلف عنها مسلم في العالم وفي تاريخها وإلى آخره. فلذلك من الفرد للأفراد للكتلة الحرجة للمؤسسة للتجمع المؤسسي للبناءات للمنتديات وكذا للثينك تانك اللي هو المؤسسات الفكرية البحثية والدراسات، المؤسسات الإعلامية، مؤسسات الحد والدفاع عن حقوق الإنسان. كل هذه الآليات يا أخ عبد الرحمن يا مهدي. شكرا دكتور، وضحت. شكرا شكرا. أنا ابن اليمن، أنا كمان تعرف وادي بنا، عارف قرية البنا؟ إيه يا عم دكتور، ها هل زرت اليمن دكتور من قبل ولا شميري؟ ها هل زرت اليمن من قبل؟ أوهو، أنا زرت اليمن قبل أن تولد يا عبد الرحمن، وما زلت أزور اليمن. أنا شرف دكتور. لغاية 2017 آخر مرة كان زي 2017، ورحنا تعز والحديدة. كيف شفت الوضع دكتور في اليمن يعني في 2017؟ والله الوضع يعني مش محتاج وصف، مش محتاج وصف، لن نستعني أسف واحد. الله المستعان. آمين يا رب. آمين. جزاكم الله خير عبد الرحمن على هذه المشاركات الطيبة. تحدثنا عن سؤال يا شباب. أنا عندي سؤال بس لو ممكن للدكتور. الله أكبر، أنت يمنية برضك؟ لا فلسطيني، أنا روزانا حضرتك. أنت روزانا، بس أنت آخر كلمة كده كأنك يعني خدتيها كده بطريقة يمنية، تفضلي يا روزانا. ان شاء الله هحاول ما اطول عليكم، بس اتاكد اذا صوتي واضح. صوتك واضح ان شاء الله. ان شاء الله تمام. عشان ما اطول عليكم، هو دكتوري السؤال بيخص بشكل اكبر يعني مرحلتنا احنا كشباب وقدرتنا على التاثير. هلا احنا اكيد يعني حنسال عن عمرنا وعن شبابنا في شو افنينا وشو قدمنا لديننا، ويمكن مرحله الشباب هي اكثر مرحله ممكن نقدم من خلالها يعني وننفع من خلالها بعملنا. فإدراكنا لها المسؤولية يعني بيخلينا لازم نغتنم الفرص ونستغل الوقت فيما ينفع يعني شباب في دينهم ودنياهم يعني من خلال العمل اللي بنقدمه.
ولكن اللي بيصير انه لما بنبدا بالعمل بيبدا يعني بحماس الشباب وبنحط طاقه كبيره وجهد كبير في اول تجربه يعني بنخوضها، ولكن بعدين بندخل في دوامه السعي، واحيانا لما بنربط العمل بالنتيجه ممكن يصيبنا شيء من الاحباط او ممكن يعني ننتهي ونتشتت عن الهدف مع الوقت، او بنتعامل معه يعني كمرحله، ونادر لما بيستمر معنا لفتره طويله بنفس الايمان والتركيز والحماس. فأحيانا حتى بنربطه بوسائل معينة، لو ما حققنا النفع بهاي الوسائل بنمتنع عن إن إحنا نساهم مثلا. وحضرتكم ذكرتوا آلية إن إحنا نحدد الهدف وبعدين ندرس إمكانيات ونربطها في النية علشان خاطر نحقق النفع. فسؤالي لحضرتكم إنه كيف ممكن إحنا كشباب نخلي دائما هدفنا أو دورنا حاضر معانا، ما يكون مجرد مرحلة بل يعني يكون مصاحبنا في أكثر من مرحلة بحياتنا، ونقدر إن نخلي الهدف على الاستمرارية في النفع. عناية ليك يا أخت رزاع. أنت منين في فلسطين؟ أنا من يافا دكتور. من يافا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طيب دي محاضرة لوحدها، اللي عايز فيك يرسم يرسم. أول دايرة تقولوا فيها الفكرة، قاعد قدام كده، قاعد في بيته أو حاجة زي كده مع قلم ورقة، يكتب أول دايرة الفكرة. عندي محاضرة عملتها من يمكن مثلا 10 سنين في مصر، نحول الفكرة إلى نهضة. الفكرة معناها إيه؟ معناها إن روزانا تملكتها فكرة معينة فلم تجعلها تنام. تفكر، فبدأت روزانا تتحدث مع أقرب الناس إليها، إما أخوتها أو أصدقائها. خلاص واضح يا روزانا؟ واضحين يا شباب؟ فدي أول دايرة. نخش على الدايرة الثانية، كيف نحول هذه الفكرة إلى مشروع أو مبادرة قبل أن يكون مشروع. اجتمعت روزانا مع الشباب وقالوا خلاص نعمل مبادرة. يبقى دي إيه؟ الدايرة الثانية. الدايرة الأولى فكرة، الدايرة الثانية إيه؟ مبادرة. المبادرة لكي تفشل يا أخت روزانا لابد تكون على مستوى بسيط وفق إمكانيات الشباب التي بين أيديهم. نفذوها على مستوى الشارع أو الحارة أو القرية، وبتاخد منهم 6 أشهر علشان تنجح هذه الفكرة وتتحول الأرض الخصبة إلى أرض خضراء فيها حشائش. يبقى روزانا من معها حولوا البذرة اللي هي الفكرة إلى مبادرة اللي هي الحشائش الخضراء اللي طلعت دي كلها لكي يراها المجتمع. وكانوا كلهم، وده بيت القصيد يا روزانا، بيت القصيد، كلهم مركزين ليس على روزانا ولكن على الفكرة. على إيه يا روزانا؟ على الفكرة وليس المفكر. مصيبتنا السوداء إننا بننسى الفكرة ونمجد المفكر اللي هو حضرتك أو حضرتي أو إبراهيم أو علي أو محمود أو رهام إلى آخر. يبقى تحولت الفكرة إلى مبادرة أو مشروع شعر به أو لمس المجتمع. مشروع بسيط بسيط بسيط، مش معقد. فيلتف المجتمع البسيط حول هذا المشروع ليكبره. فالمبادرة تتحول لمشروع متمدد لمدة سنة أو أكثر. يكثر المؤازرين للأخت روزانا ومعها في تنفيذ فكرتها. فتبتدي روزانا في المرحلة الثالثة اللي هي الجمعية، تفكر مع الشباب دول كيف نحول هذه الفكرة إلى جمعية تنظم أداء هذه الفكرة ومشاريعها. يبقى دخلنا في هيكلية رسمية في المجتمع، وتقعد روزانا ومن معها من أصدقائها تحول هذا المشروع أو هذه المبادرة إلى جمعية. برضك نرجع نقول مرة تانية، تنظر إلى الفكرة وتحقق الفكرة ولا تنظر إلى روزانا. حذاري حذاري على الإطلاق أن تنظروا إلى المفكر وتنسوا الفكرة. هنا بيحصل الخلل يا روزانا، هنا بيحصل الخلل. أو ده من مبدع، دي مبدعة، دي لا، احنا فرزانا ادتنا فكرة، احنا بنكبر الفكرة زي البذرة بالضبط.
فكلنا مع روزانا أهل الحي وغيره نخرج هذه الفكرة إلى مشروع، ثم نرقيها إلى جمعية، جمعية تستطيع من خلال هيكليتها وتواصلها أنها تصنع مشاريع كثيرة لتحقيق والمحافظة على الفكرة. معايا يا روزانا؟ المسيرة دي من فكرة روزانا اللي ما كانتهاش بتنام الليل لغاية ما الجمعية دي بتاخد لها بتاع 3-4 سنين. معايا يا روزانا؟ ما فيش حاجة ببلاش، مش حاجة بكرة تحصل وامبارح تحصل. بعد كده هو لابد كل العاملين داخل الجمعية اللي أنشأت بعد 3-4 سنين يفكروا في كيف ينموا هذه الفكرة ويحافظوا عليها، سواء في وجود روزانا أو غير وجود روزانا، أو وجود المؤسسين أو غير وجود المؤسسين. وهنا بردك بيت قصيد آخر، تحدي آخر. فلو استطعنا فعل هذا والتف المجتمع معنا، تتحول هذه الجمعية إلى جمعية لها فكر واضح، سياسات واضحة، أعمال ملموسة من مشاريع مدروسة. واضح يا روزانا؟ يبقى احنا بعد الخمس سنين دول أصبحنا حيثية مجتمعية تعمل على مستوى المدينة أو على مستوى المحافظة. ليه؟ لأن احنا ركزنا في الفكرة، ما ركزناش في المفكر. اوعي تركزي في واحد كامثالنا. انا تركت الاغاثه بفضل الله سبحانه وتعالى 2008، يعني دخلنا وقت 13 سنه 14 سنه. لو كنا بنركز على شخصيه المؤسس كانت هبطت، ماتت المؤسسه في 12 سنه بالرغم من الدراوه الوحشيه للهجوم الشرس من بعض الجهات على المؤسسه، لكنها ما زالت تعمل لأنها هي المؤسسة التي يقال فيها تعجب الزراع، يعجب الزراع لغير من الكفار. احنا بقى جمانة دلوقتي روزانا، سوري روزانا وجمانة أخوات، عايزين بقى نحول ايه الفكرة دي الجمعية دي إلى مؤسسة. يعني ايه مؤسسة يا شباب؟ يعني هي كيان يمتلكه المجتمع ولا يمتلكه فقط أعضاء الجمعية، بمعنى انها مستوى الشفافيه والمعياريه والسياسات والاطر فيها تجعل المجتمع بكامل طوائفه تقبل عليها فتنميها وتعطيها فلذات اكبدها. ليه؟ لان الجمعيه والمبادره والفكره ركزوا على الفكره ولم يركزوا على جمان على روزانا. فالمؤسسة دي بتتعمل، يعني بتاخد مثلا عشان نحول الجمعية إلى مؤسسة تاخد ممكن 10 سنين تانية عشان تبقى انت مثلا زي أوكسفام وزي سيف ذا تشيلدرن وزي كير انترناشنال وزي وورلد فيجن إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره، وزي بلان انترناشنال وزي مؤسسات للصليب الأحمر اللي هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى آخره. يعني إيه بقى دول مؤسسة يا أخت جمانة، عشان بقى يا أخت روزانا، علشان أرد عليكي وأرد أيضا على الأخ عبد الرحمن المهدي اللي كان بيطلب على إيه الثقافة والعادات والتقاليد. دول المؤسسة دي المكتملة الهياكل إنها تحول هذه الفكرة التي جاءت لجمانة من 30 أو لروزانا من 30-40 سنة إلى فكر وثقافة مجتمعية. خلاص أصبح في علاقات، أصبح في سمعة، أصبح في أداء، أصبح في إنجازات، أصبح في تاريخ، أصبح في كوادر بشرية، أصبح في كل هذه الاعترافات الدولية بها. يبقى تكون المؤسسة لها دور آخر، ليس فقط دور تنفيذي على الأرض كالآخرين، لكن دور توجيهي، لأنها أصبحت مؤسسة institution ولم تظل قابعة في مرحلة الorganization. واضح يا روزانا؟ سمعيني كده صوتك؟ نعم يا روزانا. جزاكم الله خير. يا روزانا أين هي؟ نعم صوتي واضح؟ افتح عليها الميكروفون يا عبد الرحمن. فوظيفة المؤسسة إنها تجعل هذه الفكرة ثقافة مجتمعية. معناها إيه؟ معناها إن روزانا من 20 سنة
كانت بتتكلم عن الفقر كمشروع، عن الأيتام كمشروع، فحولت هذه الفكرة الأساسية إلى ثقافة داخل أفئدة المجتمع. لأنك كنت بتكلم عنه في الأول لما سمعتوني بتكلم عن الثقافة وعن الفلسفة وعن القيم وعن الفكر، تنشرها المؤسسة من خلال علاقتها المتوازية والرأسية والأفقية والمركبة مع المؤسسات الأخرى والائتلافات الأخرى. يبقى بعد 20 تظل بقى المؤسسة دي تنمي في هذه الثقافة الفكرية الفلسفية المجتمعية إلى أن تؤثر من خلالها ما نتحدث عنه، هو صناعة تاريخ الذي يؤثر إلى نشوء الحضارات والنهضات. فشوف فكرتك أنت يا روزانا، بعد 70-80 سنة ممكن أن تصبح جزء من صناعة مجتمعية لصناعة تاريخ المستقبل وصناعة الفكر الثقافي الفلسفي القيمي للمجتمعات. ليه؟ لأن أنت يا روزانا ما فكرتيش في نفسك، وجعلتي كل أصدقائك وأقرانك يفكروا في إيه؟ في الفكرة اللي هي الأيتام أو المساكين أو المياه أو التعليم أو الفقر أو الجوع إلى آخره. هكذا ممكن نعالج هذه الأمور. لكن النفس البشرية أمارة بالسوء، يقول الناس يقول لك أنت كذا أنت كذا، من غيرك مش هيحصل حاجة، أنت لك الفضل. أنا لما تركت المؤسسة في سنة 2008 هل نقصت في تفكيري؟ أبدا. هل نقصت في صحتي؟ أبدا. هل شالوا مني رجل ولا عين ولا صباع ولا صباع؟ لا أبدا، أدينا شغاله. أصبح لي دور آخر أساند به المجتمع على حسب إمكانياتي. فأنا ليس عندي الملايين كالمؤسسات الأخرى، ولكن عندي على الأقل الخبرة بتاعتي أنا بتكلم بيها. طيب السؤال، توصيات بالنسبة لإيه أخ عبد الرحمن؟ بشكل عام دكتور، يعني تخص لنا أهم الأهداف من هذه المحاضرة وما واجبنا يعني ختاما حتى نستذكر. واجبنا ختام المفروض يكون بقى مدير الحلقة أو المحاضرة كان يكون حط نقاط وهو يعمل التلخيص ده. أنا قلت كلام كتير جدا خلال الساعتين اللي فاتوا دول كلهم. أهم حاجة في الموضوع ده إن إحنا نحدد الهدف ونعرف إمكانياتنا الشخصية، ونستطيع إن إحنا نتعاون مع بعضنا البعض من أجل عمل مجتمعي نتشارك فيه كلنا، ونصبر على مثل هذه الأعمال ولا نطلب الكثير، بمعنى أن لا نتعجل الثمرة، لأن الثمار ستأتي ولكن بعد أن تحصد، وحصاد الثمار بيأخذ سنوات زي ما ذكرت قبل كده. هو التحديات الموجودة على مستوى العالم العربي كثيرة جدا 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 كثيرة جدا جدا جدا، ولا نستطيع حصرها. الأزمات الإنسانية عندها قوائم كثيرة زي ما ذكرت قبل كده، بس قضية اليمن وقضية سوريا فيما لا يقل عن قرابة 30-40 مليون متأثر ونازح ولاجئ وجعان جوعان إلى آخره. فبالتالي المسؤولية كبيرة، لكن لابد أن أحبط ولا يحبطني أحد، أن أبدأ باليسير وأستمر فيه. نقطة أخرى، في ما فيش أي مساعدة بالجنة من الشروط، خاصة المساعدات الخارجية، سواء كان من الدول والحكومات أو من المؤسسات كثيرة. فلابد أن ننمي مؤسسات مجتمع مدني المحلية ونجعلها قادرة على المحافظة على مثل هذه المسيرة المجتمعية الإنسانية داخل المجتمع وخارج المجتمع، للحفاظ على هوية المجتمع وعلى هوية الوطن نفسها. الاهتمام بالأبحاث، الاهتمام ببناء التكتلات والشراكات، الاهتمام بالمراكز البحثية والفكرية،
الاستثمار في الاوقاف، كان ما اتكلمش على الاوقاف في الماضي يعني، او في المسيره في الكلام النهارده، لكن الاوقاف مهمه جدا جدا جدا، ان مع كل تبرع ياتينا لابد ناخذ منه نسبه لكي نصنع منها اوقاف تبنى في خلال عشرات السنين ان شاء الله. كل هذه الاشياء تجعلنا قادرين ان احنا لو بدانا نبدا بسيطين كما ذكرت في اخر المحاضره، من البذره اللي هي الفكره الى المبادره الى الجمعيه الى المؤسسه الى الفكر الى الثقافه الى الفلسفه الى الحضاره والتاريخ. ده في عجاله قبل ان ننتهي. ان شاء الله توصلكم برضو الملخص، انا عملت كتبت بعض النقاط هنا ان شاء الله ابعتها للشباب، ملخص للافكار اللي كانت مطروحه بخصوص الكره الاربعه، بخصوص الفكره تبدا من فكره وبتنتقل للمراحل اللي بعدها، بخصوص الحاجات المهمه اللي المفروض ان احنا يعني تكون معانا دايما، موضوع الاخلاص في العمل، ان هو العمل مهما كان قليل، ان انت بتعمل حاجه قليله ولكن مع الوقت بتستمر عليها وبتصر عليها لحد ما توصل. يعني والله يا دكتور يعني كلام حضرتك يعني جدد فينا الأمل والسعي من جديد، وفعلا مش عايزين يعني نغلق الستارة على هذه الكلمات الطيبة. يعني فعلا الكلمات دي وضحت لنا السبيل وشرحت صدورنا بالأمل، وجددت في قلوبنا فعلا فكرة ربما غابت عنا بسبب الأوضاع الحالية، أو احنا كنا في فترة من الفترات كان الواحد فعلا ممتلئ بهذا الحماس اللي كان دايما بيدفعه لقدام، ومستني حد يديله الدعم النفسي فعلا يقدر يستمر في الطريق ده، لان الطريق زي ما حضرتك ذكرت الطريق صعب وطويل، مش من يوم وليلة، بيحتاج مراحل وكل مرحلة فيها سنوات وسنوات. فنسأل الله العظيم ان يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منكم وأن يبارك في حضراتكم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. بس جات لي كده كلمة عايز أقولها في الآخر، تفضل. واخد بالك، اعلم أو اعلموا أيها الشباب، أنا عارف إن مجموعة كتيرة جدا منكم مشيت دلوقتي، اعلموا إن أعداء الإنسانية يحيطون مجتمعاتكم والمجتمعات الأخرى بالضبابية الظلامية لكي لا تروا وتروا أعمالكم، ولكي لا تستطيعون رؤية من يستطيعون أن يعاونونكم، وهم حريصين على عدم تواصلكم مع الآخر. فالتحدي الذي أمامنا جميعا هو التواصل، التواصل على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، لكي نستطيع أن نبني هذه الائتلافات والتشابكات والشراكات. أعداء الإنسانية دائما، الضبابية معناها إيه يا شباب؟ معناها أنها زي الدخان، أتستطيع أن ترى في الظلام دون أن يكون معك نورا؟ لا، أتستطيع أن ترى داخل الدخان سواء كان الدخان ده أحمر أو أبيض أو أسود؟ لا، هم دائما ما يطلقون عنان أبواقهم الإعلامية لكي يصنعوا هذه الهالات الظلامية الضبابية. كنت فاكرين موقف سيدنا موسى وسحر فرعون، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر. الاسترهاب والسحر ده هي من حبة اللبس اللي هم لابسينه والأشكال والدخان وإيه وأشتاتاً أشتات أشتوت، مش ممكن حاجات زي كده، مش هو من الأفلام المصرية القديمة، تبقى أنت قاعد مع واحد لابس زعبوط وحاجة مرقعة كده والأوضة ظلمة ومفيهاش نور وكل شوية يطلع دخان ويطلع لك سكت كده من تحت الكنبة وتحت القلة إلى آخره إلى آخره. فأنتوا كنوا حريصين على التواصل وحريصين على استمرارية وحريصين على النجاح وحريصين على الإيمان بأنكم ليكم هدف هتحققوه بإذن الله سبحانه وتعالى، ومتوكلين على الله وليس متوكلين بإذن الله تعالى. تفضل يا سيدي. بنا يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ويتقبل من حضراتكم.
جميعا. اللهم آمين. نشكر حضرتك يا دكتور مرة تانية، ونشكر الشباب اللي حضروا معانا، ربنا يبارك فيهم يا رب، يعني استحملنا كل الفترة دي، ويجعل يا رب هذا العمل في خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. ونراكم قريبا بإذن الله في ندوة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.